في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل 1857 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 إلى 896 جنيها للجرام، أما عيار 21 فقد وصل إلى 1045 جنيها للجرام، عيار 24 وصل إلى 1194 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8360 جنيها. في أسواق البترول العالمية فقد ارتفعت أسعار النفط مع بداية موسم ذروة الطلب بالولايات المتحدة وسط تفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي أم لا. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.7% ليبلغ 119.43 دولارا، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 115.7 دولارا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 1.41% لتصل إلى 93% دولارات للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.42% لتسجل 78 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.